أهلا بحضراتكم من جديد. وزارة التعليم هتبدأ السنة دي في المشروع التجريبي لتعليم اللغة الصينية داخل المدارس. ده هيكون في 12 مدرسة في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية. المشروع ده بيتم تنفيذه وفقا لاتفاقية ما بين مصر وما بين الصين، كان من المفترض أنه يبدأ يعني في العام اللي جاي لسه 2023 2024، لكن كان في حرص الحقيقة على أنه نسرع شوية في تنفيذ هذا المشروع علشان يتم تطبيقه بشكل تجريبي السنة دي. دلوقتي معانا في الاستوديو دكتورة رحاب محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اهلا بيك يا فندم. مش صعب شويه الصيني على الاطفال في السن ده؟ وانا عارفه ان هم يعني رموز كتير قوي يعني على انه يتعلموها، ولا بالعكس لما نبتدي هم صغيرين الموضوع يبقى اسهل؟ اكيد طبعا لما نبتدي وهم صغيرين هيكون اسهل كتير. وهو صعب ومش صعب في نفس الوقت. هو صعوبته في انه لغه مختلفه عن اللغات اللاتينيه اللي احنا عارفينها، يعني عبارة عن رموز، الصوتيات بتاعته مختلفة برضو. لكن يعني ايه رموز يا فندم؟ مش حروف؟ لا مش حروف، هي اللغة الصينية عبارة عن كاركترز، رموز ليها شكل. كل رمز بيبقى ليه مقطع صوتي خاص بيه. وممكن رمزين يشتركوا في مقطع واحد؟ لا، هو كل رمز ليه مقطع، بس ممكن رمزين يبقوا كلمة، وممكن ثلاثة يبقوا كلمة، وممكن رمز واحد يبقى كلمة واحدة على حسب. بنحاول نتعلم احنا كمان. لا، هي اللغه تبدو صعبه لكن هي مش صعبه خالص، خاصه اذا تم تدريسها بطريقه وفق المرحله العمريه. يعني لو احنا هندرس لغه صينيه للناس لسه في كي جي غير اللي هندرس لهم لو في ابتدائي او في اعدادي او ثانوي او في الجامعه، فبتفرق كتير قوي طريقه التدريس في سهوله تقبل اللغه. طيب عايزين نفهم اكتر عن الاتفاقيه اللي على اساسها هيتم تعليم اللغه الصينيه في المدارس. الاتفاقية تم توقيعها في 2020 الحقيقة بين وزارة التربية والتعليم في مصر والصين. وزارة التربية والتعليم المصرية اختارت 12 مدرسة في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية لنبدأ فيها التجربة دي. من وقتها وإحنا بدأنا فريق عمل كامل، إعداد مناهج دراسية، اختيار معلمين، تدريب معلمين، لغاية لما الحمد لله خلصنا كل يعني كل الاحتياجات اللي احنا محتاجينها لبداية هذا المشروع. تم اختيار 12 مدرس، المتقدمين كانوا كتير الحقيقة، أكتر من 150 شخص اخترنا منهم أفضل 12، كلهم متميزين جدا. على أي أساس طيب تم اختيارهم؟ كان في لجنة من الخبراء المتخصصين في اللغة الصينية من مصر والصين، من جامعة القاهرة وعين شمس، وأساتذة من جامعة اللغات في بكين، وكمان كان في أعضاء من وزارة التربية والتعليم. اللجنة كانت تقريبا حوالي 12 شخص، اتعملت مقابلات وتم يعني وضع درجات وأخذنا أفضل المتقدمين. طيب 12 مدرس ل 12 مدرسة. المحتوى اللي هيقدموه ايه للطلبة؟ برضو تم تأليف الكتاب من خلال لجنة الخبراء المختصة بوضع المناهج. تم وضع منهج تدريس اللغة الصينية للمبتدئين في المرحلة العمرية أولى إعدادي. هم هيبتدوها في أولى إعدادي؟ إن شاء الله. وهي طبعا لغة أجنبية تانية، ف يعني تتفق مع المعايير الخاصة باللغات الأجنبية التانية اللي وضعها وزارة التربية والتعليم. طيب المدرس بشكل عام عشان يدرس أصلا لازم يكون خريج كلية التربية، مظبوط؟ يعني معنى كده ما كانش ليه علاقة بالصيني أصلا؟ لا، هو للأسف هو مش خريج كلية التربية. وهي ميزة وعيب في نفس الوقت، بس هو هياخد دبلوم تربوي. ماشي. وهو بيتعهد بده انه هيعمل دبلوم تربوي، وفي نفس الوقت الدوره التدريبيه اللي هو بيعملوها وهم دلوقتي قربت على الانتهاء، يعني فيها طرق تدريس وفيها تعامل مع الطلاب وفيها اداره الوقت وفيها كل الاحتياجات اللي هو ممكن يحتاجها علشان يقدر يقف قدام الطلاب ويدي لهم المعلومه بالصوره اللي ينبغي انه يكون عليها. طيب هو المطلوب من الطالب اللي هيدخل يتعلم صيني في اولى اعدادي ده انه يروح يكمل تعليمه مثلا في الصين، او انه انا بعلمه صيني ليه؟ اهميه ده ايه بالنسبه له؟ اهميه ده تنبع من اهميه الصين. الصين دوله دلوقتي على الساحه الدوليه هي الدوله الاولى
الصين اقتصاديا ما حدش يقدر ينكر اللي حققته في خلال العشرين سنة اللي فاتت، دول كتير ما تقدرش تحققه في مئات السنين. فمستوى الصين الاقتصادي، القوة السياسية دلوقتي الخاصة بيها، انتشارها على الساحة الدولية في كل العالم، الاستثمارات الكبيرة اللي الصين عاملاها في مصر كمان، الشراكة الاستراتيجية الشاملة اللي تم توقيعها بين مصر والصين طبعا في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي كل دي حاجات بتقول ان احنا لازم نبدأ مش بس من المرحلة الجامعية، لا من المرحلة قبل الجامعية كمان، انه يبقى في تدريس للغة الصينية. ده لأهمية الصين، لان هي كمان كل الحاجات دي مجتمعة هتقدر تخلي الأجيال الصغيرة يعرفوا يعني إيه الصين، يعرفوا مدى أهميتها، ويعرفوا هي عاملة إزاي دلوقتي. الصين دعم المشروع ده بصورة كبيرة جدا، وكمان ممكن توفر للطلاب فرص للسفر للصين، منح دراسية أو معسكرات في الصيف. فالحقيقة يعني في دعم كبير جدا من الجانب الصيني لهذا الأمر. عظيم. المسألة مش مقتصرة فقط على تعليم اللغة الصينية كرموز زي ما الدكتورة قالت وخلاص، إن أنا يكون معايا لغة جنب اللغة العربية، لا ده أنا بتعلم اللغة الصينية عشان بعد كده هعرف عادات وتقاليد الشعب الصيني عاملة إزاي، أعرف ثقافة الصينيين عاملة إزاي، ومن هنا أبدأ أعرف إزاي الصين قدرت تعمل هذه النهضة التنموية خلال الفترة اللي فاتت. وده هيكون مفيد للطالب اللي بيدرس الموضوع ده، مفيد كمان بالنسبة لمحيطه، ومفيد كمان بالنسبة لبلده. بكل تأكيد في البداية الموضوع هيكون صعب على الطلبة، ازاي هتأهلوهم نفسيا لحاجة زي دي؟ احنا عاملين خطة كاملة فيها دعاية، عاملين يعني ازاي طالب يحب اللغة الصينية، ازاي يقدر يتقبلها. هي لغة مختلفة لكن سلسة وسهلة ولطيفة، يعني اللي هيبدأ يتعامل معاها هيشعر ان هي لطيفة، لان هي مرتبطة زي ما حضرتك قلت بثقافة. الرمز نفسه ليه دلالات ثقافية يعني مهمة، لما الطالب يعرفها هيستمتع بيها. كل الكتاب المدرسي مش عبارة عن ورق وفقط، لا هو في كتاب ورقي وفي كمان معاه كتير قوي من المواد التفاعلية اللي الطالب دلوقتي ممكن من على موبايله أو من على أي كمبيوتر يقدر يدخل ويسمعها. طرق التدريس في الحصة نفسها هتكون بطريقة مختلفة تماما، كلها حاجات تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة اللي كل الولاد دلوقتي بيعرفوا يتعاملوا معاها كويس جدا. طيب حضرتك متوقع اقبال من الطلبة على اللغة، وهو الموضوع هيبقى اختياري؟ يعني هو لما يجي عند اولى اعدادي عنده يختار صيني هيختار لغة اجنبية غير الصيني؟ ولو كده شايفة ايه اللي يخلي الطلبة يختاروا صيني وهو لغة ما هياش سهلة ابدا؟ اللغة الصينية يعني لغة تقيلة برضو زي اللغة العربية. انا متوقعه اقبال كبير كمان، لانه انا شايفه ده في الجامعه، يعني في الجامعه في ازدياد كبير قوي في عدد الطلاب اللغه الصينيه راغبين. ايوه فعلا انهم يتعلموا صيني، ومن بعد ما كان في قسم واحد بس للغه الصينيه في مصر من السبعينات في جامعه عين شمس، بقى كل جامعات مصر وكل كليات اللغات اللي فيها او الالسن فيها قسم للغة الصينية بما فيها الجامعات الخاصة. طب ده ليه علاقة بسوق العمل؟ يعني هم طبعاً مطلوبين أكتر؟ أكيد. يعني إنه الناس تبقى عايزة تتعلم لغة علشان عايزة تشتغل. طيب دكتورة إيه هي المدارس اللي هيتم فيها تدريس اللغة الصينية؟ هي مدارس 12 مدرسة؟ 12 مدرسة في مصر. وإزاي تم اختيارهم كمان؟ وزارة التربية والتعليم هي اللي حددتهم. كلهم في نطاق القاهرة الكبرى، في مدرسة واحدة بس في المنوفية. طيب احنا بنقول ان السنه دي سنه تجريبيه، ايه النقاط اللي احنا حاطينها عايزين نختبرها السنه دي علشان نعدي بالتجربه دي وننجح ونشتغل فيها السنه الجايه بشكل اكبر؟ قدره تقبل الطلاب نفسهم للمنهج، الموضوع، المشكلات اللي هتقابلهم فيه ان احنا نعدلها، لو هم عندهم افكار اخرى حابين يضيفوها على الكتاب او المقرر. احنا حابين نشوف بس انطباعات الطلبه المصريين اللي سنهم صغير بالنسبة للغة الصينية عامل ازاي، خاصة ان احنا دلوقتي عندنا في معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة، هو برضو معهد شبيه بالمركز الثقافي الصيني كده،
الحقيقة في كتير قوي من الناس بتيجي تسأل إزاي نبدأ نعلم ولادنا لغة صينية، وفي ناس بتبقى عايزة أولادهم يتعلموا من سن 5 سنين وست سنين. هو ده صح يا دكتور بالمناسبة إنه أنا أدخل له لغة تانية غير اللغة العربية في سن 5 و6 سنين أيا كانت اللغة دي؟ أه صح، زي الإنجليش، اللي بيتعلم إنجليش مش بينسى العربي. فهي هي الفكرة، بس أنا هعلمه إزاي. وكل سن طبعا ليه التولز بتاعته يعني. طيب المناهج هتقتصر فقط على الكتب ولا هيكون في حاجات تانية ممكن تساعدهم اكتر على التعليم زي الفيديوهات وخلافه؟ في فيديوهات، في مواد تفاعليه مرتبطه بموضوع الكتاب ومنهج الكتاب اوريدي اتعمل، في نتكلم برضو اغاني. ان هم في اعدادي يعني اطفال. ايوه، فمحتاجين عنصر جذب يعني. لغه صعبه من خلال واول الأغاني. مره هتطبق في مصر كلها. ال 12 مدرسه دول هم اللي هيبقوا البدايه، فلازم ان انا ااهله وساعده وشجعه وهو بيدرس وبيتعلم كمان هذه اللغه. الحقيقه احنا عملنا كل الحاجات اللي ممكن تتعمل في الناحيه ديت. في مواد تفاعليه كامله في شركه متخصصه بتعملها في الصين بناء على المنهج اللي تم وضعه. هو نفس منهج الكتاب بس بصوره الكترونيه وتفاعليه. عظيم. الطالب هيشوفها بعينيه. في كل الصوتيات وكل الحاجات اللي ليها علاقه بكتابه الرموز وطريقه كتابتها اوريدي موجوده بصوره الكترونيه. كمان في اغاني مصاحبه للدروس، كل درس فيه الاغنيه المناسبه ليه. والمعلمين نفسهم بقى تم تدريبهم على ازاي يستخدموا الطريقتين في التدريس، الكتاب الورقي وكل المواد التفاعليه. طيب الجانب الصيني موجود في الـ في الـ في الاشراف والتنفيذ، يعني يشرف على المساله داخل المدارس التجريبيه ولا لا؟ الجانب الصيني من خلال في ظل اشراف سفاره جمهوريه الصين الشعبيه المكتب التعليمي في مصر من خلال معهد كونفوشيوس جامعه القاهره بيشرف على الاشراف على هذا المشروع بكامله، سواء كل ما يتعلق باعداد المناهج الدراسيه او اختيار المعلمين وتدريبهم. عظيم. طيب احنا دلوقتي جربنا، هنتخيل ان احنا جربنا السنه دي ب 12 مدرسه، انا دلوقتي عايز اعمم هذه التجربه، هعمل ايه؟ هعممها ازاي بقى؟ وهتكون ناجحه جدا. ازاي بقى وانا ما قدرتش اوصل غير ل 12 مدرس فقط من اختبارات ل 150 واحد؟ لا، احنا بنختار افضل 12 عايزينهم، مش معنى كده ان ال 150 دول يعني هو كان المطلوب ما عندهمش القدره، لكن في منهم مطلوب في من ال 150 عندهم القدره، بس انتوا اخترتوا ال 12 اللي هم الافضل. كلهم عندهم القدره. كل خريجين اقسام اللغه الصينيه في على مستوى الجامعات المصريه كلها عندهم القدره على تدريس اللغه الصينيه بعد اجتياز دورات معينه. بس لكن هو الدورات دي عباره عن ايه؟ طيب دورات زي ما قلت لحضرتك خاصه بازاي اتعامل مع الطلاب. ايوه، الحاجات المتعلقه بالتربوي. وفي نفس الوقت طريقه تدريس اللغه، لان هو كان قبل كده متلقي بيتعلم مفهوم، لكن هو ازاي بقى هينقل هذه اللغه للاطفال. صحيح، لان دايما يا دكتوره في ناس كتيره بيكون عندها علم لكن مش عارفه تصيغه، مش عارفه تخاطب فئه معينه بطريقه تناسبها. كل ده بالتدريب ممكن يحصل، اهم حاجه اللغه، وجود اللغه اللي هي الاساس، بعد كده احنا بنضيف ليها الجوانب دي كلها مجتمعه، فبالتالي ما بيبقاش فيه مشكله خالص. طيب هو في العادي اللي بيدرس صيني بيطلع يشتغل ايه؟ يعني هل بيشتغل مترجم؟ يعني مجالات شغلهم ايه علشان تقدري تجذبيه انه يشتغل مدرس؟ مجالات شغلهم في كل الشركات الصينيه فيها خريجين اقسام اللغه الصينيه كمترجمين. الارشاد السياحي برضو كان معظم الناس 80% من الخريجين بيشتغلوا في الارشاد السياحي وفي شركات السياحه. كل على انا قصدي ايه اللي هيخليه يجي يشتغل مدرس؟ هو عنده هذه المجالات. معظم دارسي اللغات عموما مش بس اللغه الصينيه بيكونوا بنات. يعني الولاد اللي فيهم مش كتير. البنات بتحب تميل للتدريس. يعني بتحب ده، فهم لا، انا كنت متخيله مثلا لما عملنا الاعلان علشان الناس تيجي تقدم لل 12 مدرسه دول، كنت متخيله ان هيقدم لنا 40 50 نختار منهم 12. بس اللي قدم حوالي 150 او 160 واحد. فده رقم انا برضو يعني ما كنتش متخيله انه هيوصل لهذا الرقم يعني. طيب بس الخريجين كتير. ايوه بقى، الاعلان كان فين وازاي نقدر نوصل لخريج الدفعات السابقه مش الدفعات الحاليه؟ لان الدفعات الحاليه ممكن اوصل لهم من خلال الكليات. لا، هي ما هم لازم يكونوا خريجين. انا متفاهم، اقصد يعني ايه ان هو ممكن يكون في اخر سنه السنه دي
فانا ممكن اعلن في الكلام ده في الكليه للفتره اللي جايه للتوسع مثلا. الدفعات السابقه بقى ازاي اقدر ان انا اوصل لخريجي هذه الدفعات؟ من خلال السوشيال ميديا بتاعه الاقسام في كل جامعه هي اوريدي عندها الخريجين بتوعها موجودين عليها. ده اسهل طريقه واسرع طريقه للوصول لاي حد، لان هو كان موجود على الصفحه دي وموجود على الجروب ده، عشان نقدر في مبادرات زي دي نستفيد بخبرتهم. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور رحاب محمود، رئيس قسم اللغه الصينيه بكليه الاداب جامعه القاهره. شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. ميرسي لحضرتك. شكرا لك.